تمام حضرتك، بما ان يا فندم يعني حضرتك مع ذكر الحرب، يعني هل ترى حضرتك ان دور ايران وموساد في دعم تامين هو اللي طبعا طبعا طبعا. والدليل يا استاذ البارجه بوش اللي جات واستقرت في تل ابيب، هذه تلوح وتنذر باشياء، يعني ان انا موجوده ولو حركت قطر انا هنا اعدلت هنا. دي واحد. تمام. اثنين، لغه التحدي الشاطر الذي يتحدث بها الاعلام القطري، كل هذا قطر ابناء قطر يعني لا يكون هذا، لا نقول لا يملكون الجرأة، لكن لا يملكون الروح العدائية أنه يقف في ندية لأخيه أو شقيقة في الدول المجاورة. صحيح. هذه كلها أجندة فارسية وتحدي ناصر وينم عن يعني إعداد مشبق وأجندة واضحة وأهداف مدروسة، وكأن يعني طوق العربية السعودية وشبه الجزيرة بالفعل، والآن هو يعمل جاهد على المطي قدما في أجندته. وهذا ما يفترض ان احنا نعول على دول المقاطعة انها تقطع العود شيء دمه يعني. صحيح. طيب.